البحرين لا يختلف إن كان عسكريا أو مدنيا، هو موجه من السياسة الظالمة التي تتخذ من الناس وخصوصا المعارضين رهائن لتضغط على هذا الشعب ولتمنع حقوقه، فلا تختلف إلا اللافتات، أما الأحكام وأما التوجيه فهي نفس الأحكام. حسم شعب البحرين أمره منذ فترة بعيدة، فلا تراجع، وهو مستمر في الميادين، مستمر في هذه المسيرات الرسمية، وأيضا مستمر في المسيرات في الأحياء والقرى والطرقات كل ليلة. فلقد حسم أمره ونحن ماضون في مسيرتنا السلمية هذه حتى تحقيق المطالب بإذن الله.